ما غاديش نقول لكم كنذبح العشيه كنجي دابا فهاد الوقيته كتكون شي الملحة. هاي جايز صباح الخير عليكم سبعة لباس بخير كيف صبحتوا ما غاديش نقول لكم كنصبح نشيطة كنصبح ساكتة انا هكا دايره في الصباح كنصبح والبارح ما نعستش مزيان وكنفيق في الصباح بكري خصني نوجد الماكلة للدراري نمشيو للمدرسة عاد اي ستارت ماي داي وقلت لكم انا ما كنفطرش في الصباح سو كان اول حاجه كناخذ كاس ديال الماء فيه الحامض وشويه ديال الملحه انا غادي نخلي لكم شفتها في واحد عند واحد اليوتيوبرز قلبت عليها في الانترنت بنفيت ديالهم ات سو غود انا نخلي لكم باش كتصلح وقلبوا عليها في الانترنت واللي عندها بلوتين وكتنفخ بحالي حيت انا عندي ريتونسيون دو تبقى تشربو في الصباح سو كنشرب هذا كنصايب سموري انا غنصايب معكم السموتي ديالي ديال كل صباح وما كان ما كنتغداش ما كنفطرش حتى كنتغدى سويا جايز انا غادي نمشي دابا نوجد راسي وزو معايا النهار كنتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم سي جايز كنستعمل الحليب ديال الشوفان اوت ميلك اولا ديال اللوز مهم اللوز بالتالي هي كلكم سولتوني علاش كتصلح سبيرولي ندير نص معلقه في السموري اي سموري صوبتو ديروه فيها الحق من الاحسن ما تبقاوش تشربوا الحليب ديال البقر حيت فيه الدسم بزاف انا كندير اللي باغي يتعرف سو شوفوا فيها لي مينيرو فيها لي مينيرو فيها الفير فيها لي غلوسيد فيها البروتين لقيتوني هاد الصباح جمعت هنايا مسحت الغبره وهنايا درت ميك اب بون عندي هاد لي زيتاجير غير ديباناج حتى نشري شي طبله زوينه بحال اللي بغيت ما شريتهاش على قبل كيت حيت كيجبدوا ليا كلشي سو خصني نشري شي وحده نقدر نبلوكيها باش ما تحلش انيويز ماي ميك اب از بيزيك بلاشوز هنايا لي كريون هادي سقاطه اميره هنايا الليب كلاس هادي كنت شريتها واحد النهار في واحد الويب سايت كتحلوها بحال هكا كتحطوا فيها اللي بغيتو غنديروها هنايا and this one like انا وهنايا درت صباغه بغيت نصبغها في بينك شوفوا هذه شحال زوينه كنت شريتها في مينيسو ما عقلتش بشحال ديروا فيها لي باك ولا اي حاجه بغيتوها المهم كتبقى داكشي اورغنايز ما كتبقى لكم شروينه في الدار هذه درت فيها مقصه ديال الفرن التافه لقيتوني وصلت دابا غادي نمشي نجري سو غادي نمشي نجري غادي نحيدو العكاز شوفوا بقاو تحيدو العكاز وتخرجوا تجريو بوحديتكم ما كتحتاجوا حتى واحد باش يجري معكم باش تكون عندكم موتيفيشن حيت حنا اللي كنخلقوا الموتيفيشن ماشي هي نخليوها هي اللي تخلقنا المهم حاولت نقول شي جمله مفيده شوفوا انا كنحاول نعطيكم الطاقه الايجابيه كنحاول نشجعكم باش تكونوا هيلثي تاكلوا صحي تهلاو فراسكم
وماشي الماكله هي بوحديتها اللي مهمه، اللي مهمه هي الصحه ديالكم، هي الرشاقه، هي الرياضه. كلشي كيسولني كيفاش درت تضعفتها، كيفاش كندير كنضعف. بحال دابا ضروري مره في السيمانه ضروري كنجي كنجري هنايا حتى لجوج مرات كل مره، وكيفاش يا اما كندير بايك اولا كنجري، ولا جوج المرات كنجري في السيمانه. كنجي دابا فهاد الوقيته كتكون مشات الشمس، الجو زوين، انا دايره نضدر الجو زوين، شوفوا عيني حمراء بزاف على بقيت دايره نضدر الجو زوين. سو غادي نمشي نجري، كندير كنحسب خصني 6000 ستيب حتى 10000 اذا قدرت، المهم نحرقوا شحال ما قدرنا ديال الدهون. سو غادي نمشي نجري، غنمشي نجري ومين غنسالي غندير شويه ديال ستريتشين وغندير شويه ديال لي زيكزارسيس ديال الابس اولا ليكس، من بعد غادي نرجع وغادي نمشي للدار وغادي نصيب العشاء. غنصوب معكم ريسيبي، نصوب عشيوة خفيفه هيلثي، وجبت معايا هذا بروتين بار غادي ناكلو نسالي. سو يا ليتس جو جايز، وصلت غادي نتمشى دابا ونسمع الميوزيك. عطلت واحد شويه ولكن كاين واحد السانسيت زوين، انا وريكم فين انا دابا. Hi guys, بغيت ندير معكم conversation وانا جالسة هكا مرتاحة. ايوا اش كتعاودوا لبس عليكم. الصراحة كنجي لهنايا بوحدي وكلشي كيبقى يشوف فيا كيقولوا زعما كيفاش هادي كتجي تجري بوحديتها وسعداتها ولا واش ما كتخافش. كنحس بواحد الاحساس زوين ملي كنجي نجري بوحدي، احسن من واذا جيت جريت مع شي واحد، والله كنحس براسي مرتاحه، كيطلع ليا المغال بحال الا كنت معصبه كنجي نجري 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 نسمع الموسيقى ديالي، كنمشي للدار كنضرب واحد السندويتش وكناكل هيلثي، كنحس براسي مزيانه. ودابا ماي جول خصني نبقى نخرج نتمشى كل نهار 6000 خطوه كل نهار، عرفتي؟ واو الا قدرت ندير هادي، حيت دابا انا مع الدراري ومدرسه وداكشي صعيب. كنفيق بكري، انا كنوجد لهم الفطور، كنوجد لهم الماكله في الصباح ماشي حتى الليل، كنوجد لهم فطور والغدا والسناك، وعاد ملي كيجيو المدرسه خصهم ياخذوا دابل سناك. المهم الله يسمح لنا من من حق الوالدين، حيت فريمون اتس فيري هارد بات اتس اوكي. دابا حنايا كنعطيو الطاقه الايجابيه، ما خصناش داكشي سلبي. سو يا جايز انا سعيد دابا غادي نمشي وغادي نصوب النودلز. واحد البنت كتضحك معايا هي بحال هكا. المهم يلا نمشيو جايز. هاي باك، انا جيت للدار الدنيا اللي ما كيحماش الكبار، شكون اللي ما يمكنش ما يحماقش على الكبار؟ هذا كنحماق عليه، نقدر ناكل 5-10 ونكون فرحانه، ولكن بشوي ماشي مالح. بقيتوني دابا جيت للدار وديت حوايجي، درت كويك شاور، ودابا غادي نصاوب دينر، غنصايبو نودلز، غنسالي هاد الكباله ونطيبو مع بعضياتنا. هادو هما الانغريدينتس اللي وجدت، قطعت كلشي، هادي كروفيت، فلفله حمراء، كورجيت، هاديك بصله طويله، بورو مع الثومه، كاروت، خيزو، البيض محرك، وهنايا الحار، وديك هاديك البصله طويله، نوس. شريت هاد نودلز اورغانيك، المهم هادو بيو وديال الزرع وفيهم بروتين. انا نوريكم شحال كاين ديال البروتين، مافيهمش السكر بزاف وفيهم 12 غرام ديال البروتين. دابا راجلي بغا اندومي وانا بغيت هذا، غادي نتقاسمو على جوج. البارح طيبت الكروفيت، صيبت بالقشور ديال الكروفيت هاد لاباز،
ما تخافوش المقله ماشي كتحرق، ولكن الا بغيتو ديروا النودلز ديال بصح بحال الوك المقله خصها تكون بحال هكا سخونه، عاد ديروا الزيت. الا لاحظتوا كل حاجه كنخليها تحار شويه، خذت تخليها تحار شويه، ولكن الحاره ديال الجبده راه ماشي كتحرق. كنزيدو الكمبيوتر الطريقه ديالو ساهله، ولكن خصكم ديروه بهذه الطريقه الا بغيتو يصدق لكم واعر. شوفوا الفرق ما بين هاد النودلز وهاد النودلز، دابا هو بغى هادو انا بغيت هادو، دونك غادي نتقاسموا. كنتو ما غاديش توجدوا هاد باش تجيكم ساهله، ديروا غير المعادي، ديروا المعادي يغلي وديروا فيه النودلز اوكي، تخليوهم شويه يطيبوا ومن بعد صوطيو بهذه الطريقه اللي وريتكم الخضره، وغادي تهزوا ديك النودلز من الماء وتحطوهم هنايا، وغادي تزيدوا العطريه ماشي اللي كتكون في ماشي اللي كتكون في هذه، غادي تزيدوا عطريه بوحدها، غديروا الملحه الثومه سكينجبير والتحميره. I'm such a fine for you.